صباح أجمل البدايات معاكم من خلال حلقة جديدة من برنامجكم شاي الضحى. خلال هذه الساعة راح أخذكم بجولة مميزة من خلال فقراتنا. في بداية حلقة اليوم ودنا من خلالها أن نسلط الضوء على جانب رياضي لفتيات الكويت، وراح نتابع أخبارهم، خاصة اللاعبة نور لرزيحان ومجموعة من البنات اللي مثلوا الكويت في البطولة العربية للجمباز الفني والإيقاعي اللي كانت مقامة في تونس في سنة 2019، وهذه البنات تم اختيارهم بطريقة سريعة ليكونوا منتخب كامل ولا يندرجوا تحت اسم أي نادي، ولكنهم مجموعة من البنات الهاويات اللي يتمرنون في أكاديميات خاصة. ونور كانت من المواهب اللامعة والبارزة اللي أثبتت نفسها، وبإثبات أكيد بشهادة من حكام الاتحاد الدولي اللي كانوا موجودين في البطولة اللي شاركت فيها. رح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع من خلال هذا الاتصال الهاتفي مع الأستاذة شيخة الدبوس، عضو في اللجنة النسائية للجمباز. صباح الخير أستاذة، وحياك الله معنا من خلال هذا الاتصال في برنامج شاي الضحى. يا هلا والله، صباح النور وحياكم الله. في البداية ودنا نتكلم عن دورك كعضوة في اللجنة النسائية للجمباز التابعة للجنة الأولمبية الكويتية. صحيح، في البداية أحب أوضح لكم، إحنا مجموعة من اللجان النسائية المتخصصين في مجموعة من الرياضات، وكل لجنة متخصصة في رياضة معينة. إحنا تابعين للجنة الأولمبية الكويتية، وفي كل لجنة تقريبا 4 عضوات. دورنا صراحة هو تعزيز الرياضة بين البنات الكويتيات ونشر الوعي والثقافة الرياضية، وبنفس الوقت نحب نشجع وندعم اللاعبات الحاليات للوصول إن شاء الله في أعلى المراكز في البطولات العالمية والدولية. نعم، كانت أكيد مشاركة مميزة من خلال البطولة اللي شاركوا فيها بناتنا في تونس. شلون كانت الأصداء؟ كانت أتوقع في شهر أكتوبر 2019؟ صحيح، المشاركة كانت في نهاية أكتوبر أول نوفمبر. نعم. 2019 أمانة كانت يعني بطولة أولى لمشاركة البنات في بطولة عربية دولية، وصراحة حماس البنات كان جدا جميل، وأدائهم كان جدا طيب ومشرف. نعم. وحصدنا على يعني على ميدال، عدد معين من الميداليات. نعم، ودنا ايضا نتعرف اكثر على انواع الجمباز وماذا تعتمد لعبة الجمباز الايقاعي تحديدا. صحيح، الجمباز هو 7 انواع المعترف فيها في الاتحاد الدولي. نعم. ولكن في الاتحاد الكويتي المعترف فيه فقط الجمباز الفني للذكور والإناث، والجمباز الإيقاعي للإناث فقط. وبالنسبة للجمباز الإيقاعي، هو عموما الجمباز يعتمد بشكل عام على القوة والمرونة، مرونة الجسم في نفس الوقت وليونته. نعم، كيف يتم اختيار البنات الموهوبات للعبة، خاصة أنهم لا يندرجون تحت اسم أي نادي خاص فيهم؟ صحيح، البنات الموهوبات في الوقت الحالي صراحة إحنا كلجنة نسائية تعاوننا واشتغلنا مع بعض من الاتحاد الكويتي، شكلنا لائحة وقائمة بالاشتراطات اللازمة لنختار فيهم البنات اللي يمارسون، لاعبات الهاويات اللي يمارسون لعبة رياضة الجمباز حتى نشكل المنتخب. وراح يكون اختيار هذه البنات عن طريق تسجيل هذه الأكاديميات الخاصة في الاتحاد الكويتي، وبالتالي الجهاز الفني اللي في الاتحاد الكويتي هو اللي يقوم بزيارة هذه الأكاديميات ويختار اللاعبات الموهوبات. نعم أستاذة، أنت مو بس عضوة في اللجنة، أيضا بنتك نور تتدرب ومشاركة وبطلة، يعني واستحقت أنها تأخذ ميداليات بشهادة من اللجنة المحكمة في البطولة. ودنا نتكلم عن التدريب بما يخص الجمباز الإيقاعي بالنسبة لبنتك، من أي عمر بلشت؟ صحيح، نور بلشت تقريبا، بدأت في عمر 4 سنوات. نعم. في عمر صغير، أول شيء 3 سنوات بلشت معها بالي، وصراحة لاحظت ليونة جسمها ومرونتها وشغفها وحبها لهذه اللعبة. نعم. وفي محض الصدفة في عمر 4 سنوات قدرت أني أشاركها في أكاديمية خاصة كانت موجودة بالكويت، أكاديمية صغيرة،
وصراحة يعني من عمر 4 سنوات بلشت في هذه اللعبة، وكانت جدا ملتزمة وشغوفة في هذه اللعبة من هذاك الوقت. وتدريبها صراحة الأمانة يعني خصوصا أن هي تبلش في عمر صغير 4 سنوات، كان في البداية تدريب ساعتين يومي، إلى أن وصلنا الحين حاليا إلى 4 ساعات، 3 إلى 4 ساعات في اليوم. نعم، وموفقين إن شاء الله. ودنا نتكلم أيضا عن ممارسة اللعبة والتدريبات تحديدا في الكويت، يعني وين قاعد يتم تدريب الموهوبات في هذه اللعبة؟ الأمانة في الوقت الحالي تدريب اللاعبات أو البنات عموما الموهوبات في هذه اللعبة وحابين لعبة التمبايت في الأكاديميات الخاصة، فهم يقدرون يروحون يسجلون في أكاديميات خاصة ويقدرون يمارسون هذه اللعبة هناك في الوقت الحالي، إلى أن إن شاء الله احنا في كلجنة نسائية بالتعاون مع الاتحاد الكويتي، مثل ما قلنا شكل الاتحاد الكويتي لائحة كاملة في طريقة تسجيل الأكاديميات واعتمادهم في الاتحاد، وعلى أساسها راح يتم اختيار بعدين إن شاء الله بنات المنتخب، وراح يكون لهم مكان خاص في تدريب لاعبات المنتخب الكويتي إن شاء الله. شفنا من خلال اللقطات مشاركات لبطلاتنا في لعبة الجمباز الإيقاعي، وهذه الإنجازات لابد أن يكون وراها في داعم، فهل هناك داعمين لكم في هذه اللعبة أم هي فقط مبادرات شخصية؟ للأمانة إحنا صراحة البنات الفريق الكامل اللي تشكل الفريق الإيقاعي هو كان كله مبادرات شخصية ودعم من الأهل، ولكن بما أن إحنا كانت إنجازاتنا طيبة ومشرفة في البطولة، يعني صراحة الاتحاد ما قصر معانا، من شاف أن إحنا كان لنا وجه مشرف في البطولة الحين الدعم الكبير كله من الهيئة ومن الاتحاد. نعم، أنا ودي أرجع أتكلم عن بنتك نور ربي يحفظها، متى كانت أول بطولة شاركت فيها بنتك نور، وما هي أو ما هو الإنجاز اللي حققته في هذه اللعبة تحديدا؟ صحيح، نور بنتي شاركت في أول بطولة في عمر 6 سنوات. نعم. كانت في بطولة بين أكاديميات خاصة في دبي، وصراحة البطولة كانت جدا قوية على مستوى عالي، كانت فيها 240 لاعبة، مشاركات من جميع أنحاء دول العالم خصوصا من الدول المتقدمة في هذه اللعبة أمثال روسيا وأوكرانيا. نعم. وبالنسبة لفئة عمر نور في هذاك الوقت شاركت نور ونافست بين 20 بطلة، وبنتي كانت المركز العاشر بين 20 خصوصا بين هذه اللاعبات المميزات، فلاحظت صراحة شغف بنتي وموهبتها في هذه ومدى حبها وشغفها لهذه اللعبة، فمن هذاك الوقت أنا وأبوها حاولنا يعني ندعمها بجميع المجالات وكل الطرق حتى إن شاء الله توصل وتصير بطلة الكويت إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله إن شاء الله. وفي مشاركتها في تونس هل لاحظت يعني إن في فارق في مستواها؟ طبعا طبعا، خصوصا أنت تشاركين في تونس في بطولة عربية في دول بين دول لهم باع طويل في هذه الرياضة مثل تونس ومصر، فمشاركتها كانت جدا إيجابية لها وكان لها صدى كبير، والاسم طبعا واسم البطولة بطولة كبيرة، وإن شاء الله إن شاء الله يكون لنا بطولات في المستقبل بطولات دولية وعالمية إن شاء الله إن شاء الله. متى راح يتم يعني أن يتم إدراج هذه اللعبة تحت المنتخب الكويتي؟ هي عموما اللعبة احنا بما أن احنا شاركنا في العام السابق في تونس فاحنا مثلنا المنتخب الكويتي، ولكن احنا كانت هذه المشاركة من اجتهاد من الأكاديميات، من أكاديميات خاصة كانت داخل الكويت في التواصل مع الاتحاد الكويتي، ان هم كلموا الاتحاد ان احنا نشارك كبنات من الأكاديميات، ووافق في ذاك الوقت الاتحاد على مشاركة البنات، وان شاء الله في الوقت الحالي راح نشكل منتخب كامل. فاحنا في انتظار وصول خلال شهر مدربة الاتحاد مدربة المنتخب الكويتي، وعلى اثرها ان يتشكل الجهاز الفني راح تقوم المدربة مع الجهاز الفني في اختيار اللاعبات الموهوبات. نعم. اللي في الاكاديميات اللي مسجلين في الاتحاد، وعلى فكرة بس حبيت انوه شغلة. نعم. تسجيل الاكاديميات الخاصة في الاتحاد الكويتي راح يبلش في تاريخ 15 نوفمبر، فأي أكاديمية خاصة ودها أنها تكون معتمدة في الاتحاد وعلى أساس أن يختارون بناتها الموهوبات تحتاج أنها تسجل في الاتحاد الكويتي،
فممكن يقدرون انهم يمرون الاتحاد وياخذون لائحه الاشتراطات وعلى اساسها يقدرون يسجلون، وان شاء الله منها راح نشكل منتخب كويتي كامل للجمباز. للجمباز ان شاء الله. وبعد ما يتم تاسيس هذا المنتخب اكيد راح يكون الحافز اكبر واكثر بالنسبه لبطلاتنا في انهم يحققون مزيد من الانجازات في البطولات اللي يشاركون فيها. وعلى طاري البطولات استاذه شيخه، متى راح يتم اقامه اول بطوله في الكويت للجمباز؟ ان شاء الله اول بطوله للكويت بعد ما ان شاء الله نجتاز هذه الجائحه راح تكون في شهر سبتمبر القادم، وراح تكون ان شاء الله مثل ما قال لنا الاتحاد اول بطوله خليجيه للجمباز للبنات في على مستوى الخليج ان شاء الله، راح تكون في الكويت في سبتمبر القادم 2021 ان شاء الله. اكيد ودنا من خلال هذا الاتصال نتعرف اكثر على مخططاتكم في المرحله القادمه ان شاء الله. بالنسبه لمخططاتنا في المستقبل ان شاء الله راح نضيف انواع اخرى من الجمباز في الاتحاد لممارستها من اللاعبات، وان شاء الله في المستقبل راح يكون لنا مبنى خاص لتمرين بنات لاعبات المنتخب. نعم. وراح نركز على بناء فريق كامل قادر ان شاء الله على المشاركه في البطولات الدوليه والعالميه ان شاء الله. وبالنسبه للمكان حبيت اضيف شغله، المكان ان شاء الله خلال 3 إلى 4 شهور راح يكون لنا مكان تدريب خاص لبنات المنتخب. نعم. بعد ما الجهاز الفني يقوم باختيار لاعبات المنتخب في الأكاديميات الخاصة راح يكون لنا مكان خاص، وصراحة كان لهم جهود جبارة ومشكورين عليها الهيئة العامة للرياضة. نعم. مع اللجنة الأولمبية الكويتية خصصوا لنا مكان في اللي هو المركز الأولمبي في منطقة جابر الأحمد، وإن شاء الله خلال 3 إلى 4 شهور راح يكون جاهز وراح تمارس لعبة الجمباز الفني والإيقاعي للبنات. نعم. المنتخب هناك إن شاء الله. نعم، مع هذا الاهتمام الكبير بلعبة الجمباز الفني والإيقاعي في الكويت أكيد في بنات حابين ينضمون للفريق، فشو ممكن يتواصلون معاكم للمشاركة؟ صحيح، البنات اللي يحبون ينضمون أول شيء إحنا لازم يكونون لاعبات في أكاديميات خاصة. نعم. لازم يلعبون، وعلى أساسها مثل ما ذكرت في السابق راح يكون، وهي الأكاديمية لازم تكون مسجلة ومعتمدة في الاتحاد. نعم. وعلى أثرها يستهير الجهاز الفني اللي عندنا والمدربة الفنية تقوم باختيار الموهوبات في هذه الأكاديميات الخاصة حتى ينضمون إلى المنتخب. نعم، موفقين إن شاء الله. شكرا لك أستاذة شيخة. طبعا نأمل هذه الرياضة تكون كذلك في المستقبل في النوادي العامة وليس فقط في الأكاديميات الخاصة. إن شاء الله إن شاء الله. أكيد بين فترة وفترة ومن بعد هذه الإنجازات والاهتمام الكبير بلعبة ورياضة الجمباز الفني والإيقاعي في الكويت راح يكون في إقدام وفي خطوة إلى الأمام في تحقيق المزيد من الإنجازات في هذه اللعبة. شكرا لك أستاذة شيخة دبوس على التواصل معنا في برنامج شاي الضحى. الله يسلمك، شكرا. وانا في النهايه احب اخص بالشكر للاتحاد الكويتي برئيسه وعلى وصراحه، واخص بالشكر الاخ امين السر عبد اللطيف مراد على جهوده الجباره معنا وعلى مساندته ودعمه لهذه الرياضه، وكذلك احب اشكر اخواتي اللي في اللجنه النسائيه معي على اهتمامهم في هذه الرياضه وجهودهم، كذلك احب اشكركم على تغطيتكم لهذه الرياضه. وفي النهايه انا احب انوه لشغله اللي يحب انه يتواصل معنا ويعرف اخر المعلومات والاخبار عن لجنتنا، لجنه رياضيه الجمباز البنات، يقدر يتابعنا على الانستغرام في womensgymnastics.kw. واحب اشكركم كذلك على تغطيتكم للرياضه واتاحت لي فرصه لهذه المداخله الهاتفيه. تستحقون اكيد ان نسلط الضوء على انجازاتكم في هذه اللعبه. شكرا لك استاذه شيخه على التواصل معنا. شكرا، حياكم الله، كل التوفيق. شكرا لك. مكملين معاكم متابعينا من خلال فقراتنا في شاي الضحى، خلكم معاي لا تبعدوا، رجعت لكم من بعد الفاصل. ضيوفنا القادمين غدير الجمعة رئيس جمعية ريادة الأعمال التنموية، والأستاذة فضة المسلم مرشد تربوي ومدرب معتمد للمعلمين الجدد.
رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في برنامجكم شاي الضحى. إطلاق معرض لشركات تايوان عبر منصة الإنترنت، والذي يعتبر الأول من نوعه في السوق وخاصة في الشرق الأوسط، ورغم من الظروف والتقلبات اللي صارت في سنة 2020 واللي أثر هذا الشيء على العديد من الأنشطة التجارية، وأكيد هذا الشيء راح يعزز من دور المشاركات في هذه المعارض الاقتصادية المهمة لرواد الأعمال في عقد الصفقات وبناء المشاريع التجارية وعرض الفرص الاستثمارية للعديد من المصانع والشركات التايوانية. راح نتكلم أكثر عن هذا المعرض مع ضيفتي في هذه الفقرة الأستاذة غدير الجمعة، رئيس جمعية ريادة الأعمال التنموية. صباح الخير أستاذة، وحياك الله معنا في برنامج شاي الضحى. صباح النور، يا هلا، اتشرفت اليوم في المقابلة جيدة طيبة من، وهذا يدل أهمية دور تعزيز رواد الأعمال في الكويت، وهذا دليل حرصكم أن أيضا توصلون رسالة الاستثمار الخارجي وتشجيع الرواد على الاستثمار. نعم، في البداية أستاذة كلمينا عن جمعية ريادة الأعمال التنموية. جمعية ريادة الأعمال التنموية تركز على دعم المبادرين أصحاب الابتكار والمبدعين من ذات الطابع التكنولوجي. الهدف منه إحنا نواكب مع التطورات التكنولوجية في عصر الذكاء الصناعي والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى أن نركز على رواد أصحاب اللي عندهم نظرة في الشراكة والاستثمار الخارجي. ايضا جمعيه ريادة الاعمال التنمويه يتاهل رواد الاعمال وتشجعهم على ان يدشون في حاضنات الاعمال اللي راح تكون ان شاء الله تحت مظله جمعيتنا باذن الله في الخطوه القادمه باذن الله، نضمن حتى ما يتاثرون باذن الله تعالى وان يستمرون في مشاريعهم. مثل ما شفتوا جائحه كورونا فبينت معوقات واجهت رواد الاعمال، الان جمعيتنا قاعده تحفاد هذه النقطه. نعم. كذلك تشجع رواد الاعمال على انه يفكرون انه يفتحون مشاريعهم مع الشراكه مع دول الخليج وبعدين الشرق الاوسط. نطمح نشوف عن الكويت برا ومنتجات دوله الكويت بتكون حتى في دول الاجنبيه باذن الله. نعم استاذه غدير، ايضا ودنا نتعرف على اهداف الجمعيه بشكل عام. جمعيه رياده الاعمال التنموية عندها اهداف وايد عميقه بعد كذلك، بس نتركز اكثر شيء على تعزيز رائد العمل وتشجع رائد العمل انه يكون مؤهل ليفكر انه يفتح له مشروع. الان احنا شفنا في ازمه كورونا وايد رواد اعمال اكتشفوا في مشاريع لكن اكتشفوا بالاخير انهم مو كل مؤهلين للرياده. فجمعيه رياده الاعمال التنمويه راح تستقطب مجموعه من نخبه الرواد الاعمال الحقيقيه اللي تهدف الى ان توسع مشاريعها وتكون مستمره. كذلك جمعيه رياده الاعمال التنمويه تركز على تعزيز الحاضنات الاعمال ومسرعه النمو لضمان رائد العمل انه يستمر، اضافه الى جمعيه رياده الاعمال التنمويه تركز على موظف في الحكومي ممكن يشترك مع موظف في الباب الخامس صاحب المشروع والمتقاعدين بهدف الشراكه بينهم حتى ضمان استمراريه في المشاريع. كذلك جمعيه رياده الاعمال التنمويه تساعد رواد الاعمال انه يساهمون انه يطورون في نفسهم ومن دورات تدريبيه وتاهلهم لحد من المنافسه وتعزيز الرياده ورفع المؤشرات في دوله الكويت. نعم، في بدايه يعني اللقاء ذكرت انه راح يكون في ملتقى تايواني عبر منصه الانترنت، فشنو راح يكون توجه جمعيه رياده الاعمال في هذا الملتقى؟ مثل ما قلت لك اختي من قبل ان احنا قاعد نركز على الاستثمار الخارجي، فجمعيه رياده الاعمال التنمويه يعني في جمعيات هنا بالكويت قاعد تركز بس حل قضايا داخل الكويت، احنا نطمح ان نوسع دائرتنا الى برا الكويت ونفتح الشراكه الخليجيه. اقمنا معارض من جمعيات في الامارات ونظمنا الحين تنسيق عندنا مع السعوديه. الان عندنا مشروع اللي هو بالتعاون مع السفاره التايوانيه الممثلين الاقتصاديين لرواد الاعمال اللي هو غرفه التجاره التايوانيه والمركز وايضا التنميه المجتمعيه او وزاره التنميه المجتمعيه اللي هو ترتم من تايوان. هذا التجمع يهدف التجمع الاقتصادي، يهدف عقد صفقات من مشاريع تجاريه وعرض فرص حق الاستثمار لعدد من المصانع والشركات للمبادرين والمبتكرين والمخترعين واصحاب الاعمال.
لان هذا يعتبر خطوه تقريبا، هذا ما جزء لان جزء من خطط واهداف نطمحها احنا كجمعيه رياده الاعمال التنمويه بالشراكه وثيقه بين عده الاطراف. الان احنا عندنا تايوان باذن الله، وان شاء الله راح ننطلق باذن الله. هذا هو منظمينه احنا وياهم بالتعاون، ولكن احنا ان شاء الله بشهر يناير بشراكه من همن الخليج راح نقيم معرض تنموي لمشاريع تختص بالاقتصاد والذكاء الاصطناعي والبنيه التحتيه واعاده تدوير لمواكبه خطط التنميه لدوله الكويت. وايضا نشجع رواد الاعمال لما بيفتحوا مشاريعهم انه يشوفون احتياجات السوق الكويتي، مو نفتح بس مشاريع من غير ما ندرس الوضع الاقتصادي في دوله الكويت. احنا نركز على مشاريع تدخل مدخول اقتصادي لدوله الكويت مثل مصانع، بنيه تحتيه، اختراعات، ابتكارات. عندنا نخبه من رواد الاعمال المبدعين، ما يمنع ان احنا نحط ايدنا بايدهم. هذا دور جمعيتنا في العام، تصقلهم وتشجعهم وتنمي قدراتهم وتوسع الى برا حق المنافسه داخل دوله الكويت، وايضا الشراكه بين الطرفين لتعزيز الاقتصاد بين الدول باذن الله تعالى. نتكلم عن المعرض الإلكتروني التايواني، شنو هو هذا المعرض بالضبط؟ يعني ودي نشرح أكثر لمتابعينا ويأخذون فكرة أكثر عن هذا المعرض، ومن هم المسموح لهم في حضور هذا المعرض؟ هو معرض نظمته الممثلون الرسميون من وزارة الدبلوماسية الخارجية التايوانية ومجلس التنمية التايواني تجاره تايتر، يهدف الى اول شيء ركزوا على ان احنا هم شاركوا في اثناء ازمه كورونا في التوزيع حق الداخليه المعدات الطبيه والاحتياجات الطبيه لهم لضمان الاستدامه الصحيه. تايوان ركزت على القطاع الطبي، دور جمعيه رياده الاعمال تعزز هذا الجانب الطبي وتشجع رواد الاعمال انه ممكن يفتحون شراكه بين الشركات الطبيه الموجوده المقدمه من المعرض التايواني وتبادل التجاره بين الطرفين. ايضا كذلك ان احنا نوسع ونوعي اكثر رائد الاعمال، ممكن يكون هو شريك، ممكن هو ياخذ وكاله تمام يفتحها دوله الكويت. احنا الحين في ازمه كورونا توقفنا، ما عندنا مصانع طبيه، يمكن مصنع او مصنعين توهقنا، فاضطرينا نستورد. فما لنا الا لو احنا نفتح مصانع داخل دوله الكويت او شراكه داخل دوله الكويت، فقلل التكلفه والمخاطر بضمان وضع ازمه الكوفيد هذا اللي اثر علينا وممكن يكون يستمر. يمكن ما ندري احنا شو الاوضاع قدام، فلازم احنا نضمن حق سلامه دوله الكويت ونشجع رواد الاعمال يفكرون احتياجات الان في هذه الدولة بإذن الله تعالى. إذا نبي نتكلم عن المنتجات اللي راح تكون موجودة في المعرض، ما هي الصناعات الخاصة للمنتجات الوقاية اللي راح يتم طرحها في هذا المعرض؟ هم راح يعرضون معدات طبية، نعم، وكذلك الاحتياجات الطبية لكل مستلزمات الوقاية الطبية، نعم، و هيلثي فود كذلك راح يكون موجود باذن الله، مستشفيات تعرض الخدمات، ممكن يفكرون يسافرون في الى تايوان في المستقبل باذن الله، نشوف المعاهد الصحيه المراكز الطبيه اللي عندهم. ما تدري انت يمكن سبحان الله احنا ما في بالنا احنا عيالنا في قاعد تسافر اسم الله اسم الله العلاج بالخارج الى تايوان المستشفى الامريكي. الان احنا شفنا الامارات امريكي موجودة، فما احنا ممكن ان في المستقبل يكون احنا عندنا مستشفيات بدل ما يسافروا العلاج بالخارج يشوفون الخبرات اللي عندهم ويحطونها دولة الكويت. ناهيك ان تايوان في فترة كوفيد ما عندها الفيروس نفسه انتشر عندهم بسرعة انحد عندهم، فاحنا ناخذ تجربتهم وخبرتهم باذن الله. نعم استاذة غدير، اذا عندك كلمة أخيرة في هذا اللقاء حابة توجهينها لكل متابعينا. اتمنى من رائد العمل الان يفكر اكثر ويعاد تفكيره مره ثانيه في مشاريعه ويشوف احتياجات دوله الكويت، يعني قبل انت تفتح مشروعك شوف شنو احنا محتاجين الان. سوي شراكه، اللي اذا تفتح مشروعك بروحك انت ممكن تتعثر وتحط نفسك مديونيه، دش شراكه مع الاخرين، وسع دائرتك اكثر، ما هذا قل المخاطر والتكلفه اللي قاعد تواجهها الان. انا اطمح انك انت تكون مستثمر خارجي وانك انت تفتح سوقك برا الخليج والشرق الاوسط. اتمنى من كل قلبي رائد العمل الان يفكر في هذه النقطه ويعيد برمجته من جديد في المشاريع اللي راح يفكر فيها لتخدم رؤيه الدوله في الكويت. نعم،
كل الشكر لك أستاذة غدير الجمعة التواصل معنا في هذا اللقاء في برنامج شاي الضحى. حياكم الله، مشكورين، يعطيكم العافية. شكرا لك. ننتقل معاكم متابعينا لفقرة مميزة من فقراتنا في شاي الضحى، ومن خلالها أكيد راح نسلط الضوء على المعلومات الطبية. فقرة كلينيك مع الدكتورة نور النيباري، تابعوها. معاكم دكتورة نور النيباري وأنا طبيبة عائلة، وبكلمكم عن بعض النصائح المهمة حول لبس الكمام. للأسف في الكثير من الناس لما يلبسون كمام ما يلبسونه بشكل صحيح. أول شيء الكمام لازم ينحط فوق الأنف، ما لازم ينحط تحت الأنف، لأن الأنف هو الوسيلة لانتقال العدوى. والهدف أساساً من لبس الكمام أن أنت تمنع قطرات اللعاب أنها تنتشر من عندك للشخص اللي قدامك. الشغلة الثانية اللي لاحظناها إن هي غلط طريقة إزالة الكمام، يزيلون الكمام من النص وينزلونه في منطقة الحنج، وهذا الشيء كذلك غلط، لأنك لما تمسك الكمام من المنتصف راح تلوث إيدك بالجراثيم، فالسطح الخارجي هذا هو سطح استقبال قطرات اللعاب من الأشخاص الآخرين، فلا تلوث إيدك بهذه الطريقة. فإزالة الماسك الصحيحة لازم تكون من خلف الإذن. غير كذي إن لاحظنا أنهم يحطونه في منطقة الحنج، وهذا هم غلط لأن الجراثيم مثل ما قلنا موجودة على سطح الكمام، وكذي ممكن تكون قريبة من الفم، وهم هذه الطريقة تنقل العدوى. الطريقة اللي بعد لاحظناها مع الناس اللي يلبسون كمامات إن هم للأسف ما يلتزمون في لبس الكمام في الأوقات الصحيحة، فلاحظنا إن عند الكلام ينزلون الكمام، وهذا شيء غلط. الهدف من لبس الكمام أساساً أنك ما تنقل قطرات اللعاب للشخص الآخر، وطريقة انتقال قطرات اللعاب هي عن طريق السعال والعطاس والكلام، فمعناته أن هالثلاث طرق هما وسائل جيدة لنقل العدوى للأشخاص الآخرين. الحين بالنسبة حق التخلص من الكمام، للأسف في بعض الناس قاعدين يتخلصون من الكمامات بالشارع وفي الأماكن العامة، وهذا يعرض الناس الثانيين للخطر، فرجاءً لما تتخلصون من الكمام تخلصوا منه بطريقة سليمة. ممكن أن أنتوا تحطون معاكم في السيارة كيس مهملات وتحطون فيه الكمامات وتتخلصون منها بالطريقة السليمة، لا تعرضون الأشخاص الآخرين للخطر أبداً مع الملوثات اللي موجودة على هذا الكمام ومنها فيروس الكوفيد 19 أو الكورونا. ولما تتخلصون منه بطريقة صحيحة حرصوا أن أنتوا تغسلون إيدكم بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، أو إذا ما كان هذا الشيء متوفر ممكن تستخدمون المعقم الكحولي. وهذه كانت فقرتنا، وتابعونا بالفقرات القادمة مع دكتورة نور النيباري. طال أمد الجائحة فتكيفنا معها، تغير أسلوب الحياة سعياً للسلامة والنجاة، نبقى متمسكين بإجراءات الوقاية، نظافة اليدين، لبس الكمامة، تباعد اجتماعي، وملتزمين بالاشتراطات والنصائح الصحية، عدم الخروج إلا للضرورة، وحماية الفئات المعرضة للخطر. نتعاون حفاظاً على صحة المجتمع. رجعنا نتواصل معاكم من خلال فقراتنا في برنامجكم شاي الضحى. لا شك أن المعلم حتى وإن تعلم وتخرج وبدأ يمارس مهنته ويظل يحتاج إلى أكثر وأكثر من التعليم والتدريب، واليوم مع ضيفتنا راح نتكلم عن شلون يتم تعليم وتدريب المعلم استعدادا للقيام بمهنته. معنا في هذا اللقاء الأستاذة فضة المسلم، مرشد تربوي ومدرب معتمد للمعلمين الجدد. صباح الخير أستاذة، حياك الله معنا. صباح الخير فاطمة، مشكورة في الإضافة. في البداية أستاذة ودنا نتكلم عن
خطوات التدريب الخاصة في المعلمين الجدد؟ أول شيء أحب أصبح على المشاهدين وأبارك حق كل المعلمات اللي خاضوا التجربة الجديدة في التعلم عن بعد، وإن شاء الله يا رب يكونون قد هذه الثقة. بالنسبة للمعلمات حالياً، إحنا قاعد نخوض تجربة جديدة، فالمعلمات مهما تكون خبرتهم يكون الحين اللي قاعد يواجهونه كله يكون جديد. فعملية تدريبنا الحين للمعلمات، خاصة المعلمات الجدد، أغلبهم يكونون خريجات جامعات معينة مثل كلية تربية أو كليات متخصصة، لكن يحتاجون بعض المهارات والاستراتيجيات اللي تعيلهم على تكملة المسيرة. نعم، السبب أستاذة اللي خلاك تعطين مثل هذه الدورات للمعلمات؟ بالنسبة ليش أنا هذه المعلمات هذه الدورات، خلينا نرجع فيها حقي أنا شخصياً. أنا لي باع طويل بالتربية، حالياً يعني راح أكمل 20 سنة بالتربية. فلو برجع حق أول ما تعينت واجهت بعض الصعاب، خصوصاً أني أنا خريجة كلية علمية، ما أني تخصص يعني كلية تربية. فلما شفت هذه المشكلة اللي أنا كنت أواجهها، أني أنا ما أعرف أسوي سجل تحضير، ما أدري شلون أقدر أبسط المعلومة وأوصلها حق الطالبات. فبسبب هذه الظروف اللي أنا مريت فيها، حبيت أني أنا أرشد المعلمات الجدد. فبديت أنا أدخل هذا السلك، وبديت أسوي ما شاء الله عندي للحين تدريب عملي، سواء كان من داخل الكويت أو خارج الكويت. قاعدة أعطي دورات في البحرين، في سلطنة عمان، في الكويت، وقاعدة ألاقي هناك قبول، وفي معلمات يرغبون إن هم يطورون من نفسهم ويثبتون نفسهم بوضع وايد أفضل. فالدورات حالياً قاعد نعتمد عليها على استراتيجيات معينة، قاعد أوثق في الدورات إن المعلم لابد يعرف شنو الوصف المهني للمعلم وشنو هي سمات المعلم. لازم أنا أثبت هذه الشغلة في المعلم الجديد حتى إنه تكون عنده رؤية واضحة ويقدر إنه يسلك دربه في سهالة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذة فضة، يعني خلال ما شاء الله مسيرتك في 20 سنة في مجال التعليم، أكيد لاحظتي أن وسائل التعليم والتعلم باتت مختلفة عن السابق، وقاعد تتطور وتغير، واليوم قاعد نشوف أن التعلم أو التعليم عن بعد صار من الحلول الموجودة على الساحة. فهل أيضا التدريب للمعلمين اختلف عن السابق؟ إيه طبعا أستاذة فاطمة، احنا الحين قاعد نمر في ظروف، وهذه الظروف ظروف استثنائية، ويا رب يا رب يا رب تنقشع هذه الغمة. الحين حاليا قمنا نعتمد اكثر في تدريبنا على الامور التقنية والتكنولوجية اكثر من السابق. يعني كانت دوراتنا تكون لايف، يعني المعلمة قدامي، فيصير في تواصل مرئي، تواصل جسدي، يعني تكون قريبة مني. أما الآن صار يعني التدريب كله أونلاين، فمن خلال الأونلاين صرنا برامج أونلاين، قمنا ندرب المعلمات في هذه البرامج، بس قمنا نركز على الأشياء التقنية والتكنولوجيا أكثر طبعا من السابق. شلون ممكن تعطينا هذه الدورات يعني بالنسبة لتدريب المعلمات، بالأخص مع الأوضاع الحالية في التباعد الاجتماعي مع جائحة كورونا؟ ما سمعت السؤال عندنا أستاذة فضة. يعني حاليا مع جائحة كورونا والتباعد الاجتماعي، أكيد طريقة تدريب المعلمات تكون مختلفة عن السابق، فطريقة تواصلك حاليا وتقديم هذه الدورات لمعلماتنا؟ طريقة التواصل حالياً، إحنا أول شيء يتم أن نعلن عن هذه الدورة بالوسائط التواصل الاجتماعي، يتم إعلان عنها، ثم يتم التسجيل. بعد ما نسجل أتواصل معهم عن طريق برنامج زوم، ومن خلال برنامج زوم أنا أبدي أدرب هذيل المعلمات، سواء كان على مثلاً أدربهم في أمور معينة تقنية أو أمور مهنية اللي هي يحتاجها المعلم. يعني مثل ما قلت لك، عندي أنا أكثر من دورة مثل بكشة معلم، مهارات معلم،
عندي مثلا حصتي اول ورشه منيو اول حصه، ورشتي هم هي اخر واحده كانت حصتي غير نمونه، فكنت اعطيهم خبرتي اصيقها في طريقه بسيطه، وكان في صدى وقبول على هذه الدورات الحمد لله. الحمد لله، يعني من خلال دوراتك قاعد تركزين على جوانب كثيره تخص المعلمات. بالنسبه للمعلمات من خلال هذه الدورات اللي قاعد تعطينها وخبرتك في مجال التدريب، شنو المجال اللي يبي له تركيز اكثر؟ حاليا مثل ما قلت لك استاذه فاطمه، احنا قاعد نمر في شيء جديد، فقاعد نستخدم برنامج اسمه برنامج تيمز، فالمعلمات قاعد يواجهون مشاكل او هذا شيء عادي طبيعي، يعني ان تمر في تجربه ان ما يكونون تقنين مثلا كيفيه الاستخدام 100% للبرنامج، فقمنا نركز على ان هي شلون تتخطى هذه العثرات في برنامج تيمز، وهذا في احد الخطوات اللي ان شاء الله عندي بعد الدوره الاسبوع الجاي هم تتكلم في هذا الموضوع. قمت اشوف شنو احتياجاتهم، شنو هم يحتاجون، وشنو اللي هو يساعدهم على اساس انهم يكونون حصتهم متميزه وحصتهم تحقق اهدافهم. اكثرهم قاعد يستخدمون برنامج باوربوينت، فالباوربوينت ايضا هو وسيله ان انا اقدر اطالعه واقدر ان انا ابرزه واسهل استخدامه للمعلمه، يعني في شغلات هي تغفل عنها او تجهل عنها، ما تعرف بعض الاشياء، فقلنا احنا في هذه الدورات ان احنا نوضح هذه الامور حتى ان هي تسهل لها استخدامها. استاذه، مع التعليم عن بعد أكيد في بعض العقبات تواجه المعلمين والمعلمات، وذكرتي حضرتك بعضها من خلال حديثك، هل في طرق علمية وعملية تكون سريعة بالنسبة لهم علشان يتجاوزون هذه العقبات؟ إيه، شوفي أستاذة فاطمة، أنا مع دائما جلسات المصارحة، يعني إذا المعلمة واجهت أو المعلم واجه عنده عثرة في حصته لا يوقف ويسكت، إذا وقف وسكت وقال إن أنا يعني استحى إنه هو ما صارح، فهذه أكبر يعني عقبة ممكن يواجهها المعلم في مسيرته. إذا أنا واجهت مشكلة في حصتي اليوم أبدي أنا أبحث عنها، فهذه المشاكل اللي تصير مثل مشاكل التقنية، أشوف شنو أنا صار معي اليوم، أتناقش مع زميلاتي بالقسم، أتناقش مع مثلا ناس مختصين أعرفهم بالسوشيال ميديا أرجع لهم، فبهذه الطريقة أنا أقدر أني أنا أحل مشكلتي اللي هي قاعد تصير معي في حصتي. المشاكل اللي قاعد تصير مع المعلمات بالأغلب مشاكل تقنية، مشاكل من الإنترنت، مشاكل مع البرنامج، مثلا المعلمة أو المعلم ما يكون عندها الخبرة الكافية في استخدام الوسائل التكنولوجية، فيصير عندهم قصور في تقديم المعلومة للطالب، فهذه كلها أمور تقدرين أنت أو تقدر المعلم مع التطوير مع التدريب يقدر أنه هو إن شاء الله بإذن الله أنه يتخطاها إن شاء الله. بالنسبة لك أستاذة فضة، شنو هو المحتوى اللي يجب أن يتلقى المتدرب علشان يكون مؤهل للتدريس؟ المحتوى اللي أنا أعطيهم إياه بالدورات قصدك يعني؟ يعني أيضا من وجهة نظرك ودنا نعرف هل في مثلا محتوى معين أنه لابد أي معلم قبل لا ينطلق في عالم التعليم والتدريس لازم يلتحق بهذه الدورات؟ إيه، بالنسبة للمحتوى أستاذة فاطمة، هو المحتوى مختلف من مدرب لمدرب، وأيضا المحتوى يختلف على حسب الزمن والوقت اللي أنت فيه، يعني أنا أقول لك الحين مثلا دوراتي حاليا تفرق بتاتا عن دوراتي قبل سنة، لأن قبل سنة كان الاحتياجات مختلفة، كان الوضع العام مختلف، أما الآن إحنا لو بنطالع الحين النظرة الشاملة للوضع الحالي أغلب شيء المعلمات والمعلمين يتوجهون إن هم يحتاجون إن إحنا نبسط لهم المعلومات التكنولوجية، فصارت محتوياتي أهم شيء
تركز على سمات المعلم، احتياجاته في الحقيبة التعليمية، شلون انه هو يعد حقيبته التعليمية حتى انه هو يقدر يواجه الطلبة بشكل مناسب، استخدام استراتيجيات معينة في الحصة الدراسية، وهذه الاستراتيجيات تبسط ايضا طريقة التوصيل، خصوصا ان احنا حاليا عندنا تحدي كبير ان عندنا منهج علمي خلال مدة زمنية قصيرة، فلازم أنا كثر ما أقدر بتكنيك معين أني أنا أشرح هذه الكمية، وأني أضمن أن المتلقي أنه يكون واصلت لهذه المعلومة. فهذه أغلب المحتويات اللي أنا قاعدة أركز عليها حاليا في دوراتي. بالنسبة لإدارة الصف عن بعد في التعليم عن بعد، أكيد راح يكون مختلف تماما عن إدارة الصف داخل المدرسة وفي قاعة التدريس، فهل في بعض الأمور اللي قاعد تسلطين عليها الضوء من خلال دوراتك بما يخص إدارة الصف عن بعد؟ طبعا هذا أول المتدرب لابد أن يكون عنده، أصلا هو يكتسبها من طريقتي أنا، لما أنا أول ما أدخل معاهم بالزوم أو بالدورة، أول ما أدخل يشوفون شلون طريقتي معاهم، شلون أنا أقدر أخليهم واحتويهم وأخليهم كلهم حواليني، فبهذا الأسلوب هم قاعد يشوفون الطريقة ويأخذونها ويكتسبونها ويطبقونها مع طلبتهم. وأشوف الصدى إنه يدزولي ويقولولي والله يعني الأثر وايد واضح. إدارة الصف في التعلم عن بعد غير بتاتاً عن الصف خلال المدرسة. إحنا حالياً ما أقدر أنا أشوف الطالبات مجرد إن إحنا قاعد نتواصل معهم سمعياً يعني بدون كاميرا، فكثر ما أقدر أنا أحاول أجذبهم ناحيتي عن طريق مثلا أحط لهم أغنية في بداية الحصة، عن طريق أن أنا أول ما أضمن أنهم كلهم موجودين أشوفهم بالأتندنت أنهم كلهم موجودين، يتم وضع مثلا استبانة بسيطة أقولهم جاهزين للحصة، فهم كلهم يحطوا لي نعم، فأشوف بهالعدد أن العدد مثلا عندي 25 طالبة جاوبتني، فإذا هم كلهم جاهزين وكلهم موجودين. ففي طرق بسيطة سهلة وحلوة نقدر إحنا نوصل حق المتعلم بطريقة سهلة، وأقدر أدير الصف. إدارة الصف هم تلعب دور في عملية إن أنت ما تهملين أي متعلم بالحصة عندك. يعني إحنا عندنا مثلاً الحين 25 طالب، أنا ما أقدر أني أنا أهمل 5 معينين أو 10 معينين بيحسون إنه إيه الأبلة ما كلمتني، الأبلة اليوم ما حاجتني، فحرام إني أنا أهمل جزء معين، لابد أوزع نشاطي على 25 طالبة. طبعاً هذه الطريقة اللي أنا قاعد أقول لك إياها أستاذة فاطمة لازم تكون عن طريق ألعاب تعليمية، وهذا الشيء إحنا قاعد نطبقه في الدورات، إن أعطيهم بعض الألعاب التعليمية اللي هم يقدرون يخلون الصف كله متفاعل معهم. هذه النقطة فعلاً اللي كنت حابة أتكلم عنها، تفاعل الطالب في الصف من خلال التعلم عن بعد جداً مهم في إن المدرس أو المعلمة تكون ضامنة انتباه وتركيز الطالب معها عن بعد عن طرق كثيرة ممكن تعلمها هذا المدرس، في أنه هو شلون يجعل من الطالب متفاعل معه في هذه الحصة. ودنا نعرف أستاذة فضة ما هي صفات المعلم الناجح، وهل هذه الصفات يعني اختلفت في سنة 2020؟ هي المعلم صفاته واحدة، سواء كان معلم إلكتروني أو معلم فعلي بخلال الصف. المعلم هو إذا كان قادر على أنه هو يعطي خلاص، بس عنده كمية العطاء وكمية الإخلاص تكون في مهنته واضحة، فأنا أشوف أن هذه كافية ووافية. لكن أيضا المعلم يحتاج مهارات جديدة، أنه هو مثلا لابد أن يكون مطلع، لابد أنه هو يقرأ، مهم جدا، وأنا هذا الشيء وايد أحرص عليه
إن أحب المعلم يكون مو بس إنه يقرأ من كتابة أو المنهج، لابد إنه هو يصير عنده اطلاعات خارجية، حتى لو كان مثلاً ما شاء الله ما شاء الله عيالنا طالباتنا عندهم ترى أسئلة مو بس تكون بالمنهج، فحلو إن المعلم يكون مطلع حتى يقدر إنه هو يجاوبهم. ايضا المعلم الناجح اللي انا اشوفه جدا جدا ولائق جدا انه يكون يعرف ويكون لبق مع طلبته، مع ولي الامر، يكون لبق ايضا مع الاداره المدرسيه، يقدر انه هو يتعامل مع هالامور كلها. ترى المعلم مو وظيفه سهله، ولا احد يفكر ان انا بصير يعني أبلى وخلاص، لا، ترى المعلم رسالة سامية، أنت قاعد تصنعين مجتمع، قاعد تصنعين أفراد، فأنت محتاجة تكونين قدوة حسنة لهذه الطلبة. فشلون أنا أكون قدوة حسنة؟ لازم تكون عندي هذه السمات المميزة حتى أني أنا أقدر أطرحها لطلبتي. لقائنا أستاذة فضة، أهم النصائح اللي حابة تقدمينها لكل معلمة قاعد تتابعنا في برنامج شاي الضحى؟ والله أستاذة فاطمة أنا مجهزت لكم 5 نقاط. أول شيء أبيها إن أي معلم أو معلمة تتابعنا لابد أنها تقرأ، تقرأ في أي مجال يفيدها، سواء كان مجالات الإلكترونية الحالية، تشوف التطبيقات، تشوف شلون أنا أقدر أطبقها بحصتي، هل هي تناسبني أو ما تناسبني، في أشياء ما تناسب، في أشياء أنا عارفة نفسي أني أنا ما أقدر عليها، لا أحرج نفسي وأستخدمها. فإذا القراءة والاطلاع من أهم الأشياء المعلم لابد أن يكون حريص عليها. رقم 2، أبي أغلب المعلمات يسألون ولا يترددون، إذا عندهم شيء ما هم عارفينه فخلي يسألون، لأن إذا سألتي قدرتي أن أنت تحلين المشكلة. رقم 3، الصبر، يعني الصبر من أهم النقاط اللي إحنا نحرص عليها، نصبر صبر على أتوقع إيه والله في كل مجالات الحياة فعلا، كل مجالات، أصلا كأم، كابنة، كزوجة، هذا الصبر سمة عالية جدا. حتى لما أنا تواجهني مشكلة بالحصة لا أتوتر بسرعة وإن أنا أعصب وشي، لا، كل شيء راح أطور من نفسي وأخطط حق حصتي بالضبط، أو أخطط لمدة أسبوع أو أخطط لمدة شهر، لأن إحنا حالياً صراحة أستاذة فاطمة شغلنا تد لساعات طويلة، مو مثل الأول، يعني أنتوا على بالكم التعليم الحين عن بعد سهل، هو لا، هو زاد العبء على المعلم في الإعداد، فلابد أني أنا أخطط إعدادي لحصتي بحيث أني أنا أوازن بين شغلي وبين بيتي، إنه يعني ما أهمل بيتي بالمقابل أني أنا قاعدة أؤدي وظيفتي. فلازم يصير عندي تخطيط، أحط وقت زمني معين للعمل، هذا جدا مهم، خاصة لأي امرأة عاملة لابد أن يكون عندها جدول، فإن هي تنسق ما بين حياتها العملية وأسرتها علشان تكون مرأة منجزة يكون لها بصمة في هذا المجتمع. شكرا لك أستاذة فضة على التواصل معنا في برنامج شاي الضحى، يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبتي، ومشكورين جدا على الاستضافة، وإن شاء الله يا رب يفدنا المعلمات في هذه الحلقة اليوم، يعطيكم العافية، ما قصرتوا. شكرا لك. بكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من برنامجكم شاي الضحى، أترككم بحفظ الله ورعايته وأقول لكم مع السلامة.